الشرق والبحر المتوسط ما وراء الحدود، مؤلف جديد صدر مؤخرا عن دار النشر مفترق الطرق لأستاذة التاريخ المعاصر ليلى مزيان. ويغوص هذا المؤلف في تاريخ المغرب وجذوره العربية والإفريقية المتوسطية، وكذا الروابط التي تجمع بين الشرق والغرب. وفي هذا الصدد أشارت مقدمة الكتاب إلى أن المؤلف يتابع عن كثب منذ الأزمنة السحيقة وإلى غاية الوقت الراهن تطور علاقات المغاربة بالبحر الأبيض المتوسط. وفي التوطئة كتب المدير العام لوكالة الجهة الشرقية السيد محمد مباركي أن الكتاب يشرح بالتفصيل والدليل، مرفقا النصوص بصور أيقونية غنية وغير مسبوقة، المنافع الثمينة والحاسمة التي قدمها علم الفلك العربي للبحارة، مضيفا أن الشهادات الوجيهة تواكب وتدعم تحليلا يأخذنا إلى ما وراء الحدود الجهوية. وبحسب السيد مباركي فإن المؤلف يبرز أيضا الدور المهم الذي اطلعت به الموانئ والملاجئ الساحلية المغربية، وكذلك الخيارات المفروضة والنزاعات، وكذا الرهان الكبير المتمثل في السيطرة على البحار خاصة البحر الأبيض المتوسط. تشغل ليلى مزيان منصب أستاذة التاريخ المعاصر بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، كما أنها عضو في اللجنة التنفيذية للمجتمع الدولي لمؤرخي البحر الأبيض المتوسط، وفي الشبكة الدولية لحكامة الموانئ الأطلسية القرن الرابع عشر القرن الحادي والعشرين.